مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضاً معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. بدأت في مصر أولى الخطوات لتصنيع لقاحات المضادة لفيروس كورونا محلياً، واستقبلت الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني، وذلك بمصانع فاكسيرا. طبعاً يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف الدكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير دكتور. صباح الفل يا زيزو. أهلاً بحضرتك دكتور. صباح الفل على كل مشاهدينا. أهلاً بحضرتك يا دكتور. الحقيقة طبعاً يعني حابين في الأول كده نقول أهمية يعني تصنيع اللقاح في مصر، ونتكلم طبعاً يعني عن أهمية اللقاح بشكل عام يعني. والله هو في البداية أولا يعني طبعا احنا عارفين ان اللقاحات لها دور مهم جدا في احتواء الأزمة، ويعني بحب أنبه على حاجة يعني مهمة جدا، وممكن الدولة تفطنت لهذا الموضوع مبكرا، وان عشان تحصل على مناعة او بما يسمى مناعة القطيع لابد ان يتم تطعيم من 50-70% من مجموع السكان. طبعا هذه النسبة هتمثل عدد كبير جدا، لذلك الدولة تنبهت لهذا الموضوع مبكرا. معايا أستاذ يوسف؟ اتفضل. أنا سامع حضرتك. تنبهت لهذا الموضوع مبكرا، وتم عمل اتفاقيات بين مصر والدول المصنعة للقاحات، ومن بينها الصين متمثلة في شركة سينوفاك. وتم بالفعل استلام المواد الخام الخاصة بتصنيع اللقاح في بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها في 21 أبريل الماضي. وهذه الكمية يعني كافية لتصنيع ما يقارب 2 مليون جرعة من تطعيم سينوفاك. واللي هيقوم طبعا احنا عارفين انه الشركة المصرية فاكسيرا هي اللي هتقوم بعمليات التصنيع بعد عمل كل معايير الجودة العالمية الخاصة بالمصنع الخاص بفاكسيرا. طبعا طب يا دكتور، هل تم هل في موعد يعني تم يعني هو بالفعل بدأت دلوقتي. انت عارف حضرتك يا يوسف عشان تبدأ التصنيع لازم من إجراءات إدارية وفنية. أيوه. فهو طبعا بيتعرض الاول على وزاره الصحه والهيئه العليا للدواء لاخذ عينات وعمل تحاليل ولمعرفه مدى امان وجوده هذه الماده الفعاله، ومن ثم بدء عمليه التصنيع. تمام. فطبعا الموضوع ده بياخد فتره مثلا زمنيه سي مثلا من اسبوع ل 15 يوم، وبعد كده بتبدا عمليات التصنيع. التصنيع. طب هل في ميعاد لانتهاء التصنيع يا دكتور؟ اسف، سؤال ثاني. هل في ميعاد لانتهاء التصنيع؟ انا لسه بقول لحضرتك، هو طبقا لتصريحات وزاره الصحه انه بدايه التصنيع او باكوره الانتاج هتكون بنهايه شهر يونيو او بدايه شهر يوليو القادم. لكي يعني طبعا يبدا التصنيع، وهو طبعا في مستهدف السنه دي من التصنيع 40 مليون جرعه. 40 مليون جرعه في نهايه 2021. يا رب على خير ان شاء الله. الكميه دي هتزيد في 2022 ان شاء الله لتتضاعف، عشان نقدر نعمل تطعيم لأكبر عدد ممكن من الشعب المصري عشان نوصل للنسبة اللي أنا قلت لحضرتك عليها في الأول. يا رب على خير إن شاء الله. وطبعا ده يعني شيء جميل وشيء مشرف يعني، وإن شاء الله تنتهي هذه الجائحة بخير إن شاء الله. دكتور مجدي مشكورة جدا. دكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة مستشفيات التأمين الصحي، بشكرك شكرا جزيلا.